اولا انا اللي يمكن نتكلم على هو لما يعاب على هذا المكسب الحالي ولا هذه المكونات ديال انا كنتكلم على المكسب لان ما كنحملش مسؤوليه انا الرئيس لوحده وانما كاين هناك مكسب كاين هناك اغلبيه وبالتالي انا اللي كيبان لي وانه الصراعات الداخليه داخل الاغلبيه كان عندها انعكاس على تدبير مجموعه الامور خصوصا المسائل اللي كترتبط بالحياه اليوميه ديال المواطن. حنا كنتكلموا على واحد الميزانيه والان في اطار الدوره ديال مشروع ديال الدراسه والمصادقه على مشروع الميزان ديال 2025 كيتصدح بانه هذه لمده السنه الثالثه ما كاينش هناك فائض حقيقي اللي يمكن يمشي فيما يتعلق بانجاز مشاريع تنمويه لصالح مدينه ديال طنجه. حنا كنتكلموا على واحد الميزانيه مجرد كندبروا بها النفقات الاجباريه ديال الموظفين ولا مستحق ديال المقاطعه ولا كذلك هذا الشيء ديال تدبير الشركات ديال التدبير المفوض. كذلك كيبان بانه هناك انعكاس على الخدمات اليوميه ديال المواطن اللي كنتكلموا على النظافه لانه هذا السؤال كيتطرح لنا كاملين كيفاش قطعة النظافه في العهد السابق والمجلس كانوا يدبر 19 ديال المليار الان قطعة النظافه كيدبر تقريبا 30 ديال المليار ولكن هناك تردي المستوى ديال الخدمات ديال النظافه. كذلك نفس الشيء كاين هناك تدبير اللي يمكن نقولوا بانه عشوائي ديال الاناره العموميه في الوقت اللي كان هناك على المكسب الحالي اخراج دفتر التحملات اللي هو لان مدينه طنجه تستحق الافضل. مدينه طنجه مدينه عالميه ما يمكنش نبقاو ندبروا واحد القطاع اللي هو مهم ديال النظافه واحد التدبير عشوائي وبالتالي كان على المكسب ينصب على القضايا المهمه. انا كنظن بانه حصيله ديال التسلسل حصيله يمكن تكلم عليها حصيله بائسه حصيله كتعكس على هذه الصراعات الداخليه داخل مكونس الاغلبيه. انا كنتمنى بانه تغليب المصلحه العامه تغليب المصلحه ديال المدينه باش يمكن تداركوا في الثلاث سنوات المقبله وشكرا. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب باش توصلوا بكل جديد ميد نيوز.